كما كتشوفوا الاخوه هذا السيد جاب يحيد لنا الارض ديالنا. يعني الناس جدودنا لقيناهم في هذه البلاصه وجا هذا السيد بغى يحيد لنا الارض ديالنا. كاينين مافيات ماشي غير مافيا وحده، حنا كندابزو مع المافيات هنايا. كاينه واحد المافيا مشات والمافيا الثانيه جات. هذا السيد ما عندوش الوثائق صحاح، ما عندوش الاستمرار، وحنا ما جيناش نمنعوه اليوم، جا يدير محافظه. الناس كاملين قالوا لي اودي نتعاونوا معاك دير هذه المحافظه، ولكن هذا السيد ما عطاناش البرناج، ما حددش لينا البقع اللي غيدير لهم تحفيظ. كيفاش غادي نخليوه حنا باش يحفظ الارض ديالنا كامل؟ يعني حنا ما منعناش السيد، ولكن ورينا اش بلاصه غتحفظ. ما عندوش الوثائق باش يحدد لينا البلايص اللي غادي يحفظ. حتى الناس اللي عندهم وثائق صحاح، حتى الناس اللي عندهم الوثائق صح ما كيذكروش هذا السيد نهائيا. لا يعقل باش هذا السيد يقول لك اودي راه الارض ديال جدودي ولا شراها ولا منين جاتو، ما تكونش عنده دار، ما يحرضش الناس، راه كلشي فلاحه اللي كاينين هنايا، ما يحرضش هذه الارض. يعني لا يمكن، لا يعقل هاد الناس اللي عطاو الوثائق باش يحفظ. حنا كنبغيو نحفظوا 50 متر، اي واحد هنا بيحفظ 50 متر ما يحفظهاش، ما يخليوش يحفظها. علاش هاد السيد عطاوه التحفيظ ديال الازازو الكامل ديال البقعه كامله؟ راه كاين واحد اللي يحفظ 130 هكتار، هذا راه كيحفظ 50 هكتار. منين جاو هاد الناس هادو اللي كيعطيو الوثائق؟ علاش بناو باش يعطيو هاد الوثائق؟ كنوجهوا هاد الميساج باش يوصل صاحب الجلاله باش ينقذنا من هاد المافيات. هاد المافيات راه ما خلاوناش الارض ديالنا، ارض جدودنا، ارض جدودنا عباد الله، راه بغى يحيدوها لينا بدون سند قانوني. الا عنده شي وثائق يوريها لينا. قلنا لك قدام السلطه ورينا الورق اللي عندك، ارى لينا التحفيظ، ارى لنا التحديد، حدد لينا شنو بلاصه غتحفظ. ما عندوش. راه عادي بعض المرات السيد جا والناس كاينين معاه في المحكمه، الناس كاينين معاه في، ولا يعقل. واش هاد السيد ما عندوش دار هنايا؟ ما عندوش الارض كيحرزها وما كنعرفوش. الا عنده شي وثائق باش شرا يوريها لينا، الا عنده العائله هنايا يعطينا وثائق. ما عندوش وثائق. حنا كنطلبوا من صاحب الجلاله، لان هاد الناس ما بغا يديروا معنا والو. الارض ديالنا مشات كلها، الروضه مشات، الجمع مشى، الديور مشاو. وحده سميتو اللي كنوجه لهاد الناس يوجدوا لينا القبوره، الا بغا يحيدوا لينا هاد الارض الروضه حدانا يوجدوا لنا القبوره ويدفنونا. اش من هاد الناس هادو؟ ما عرفتش انا اش من وثائق عندهم، ما عرفتش شكون اللي كيعطيهم الوثائق. قلنا ليه دابا عطينا غير اي وثيقه برنج واحد، حدد لنا واحد البقعه هنايا، بقعه وحده باش دير لها المحافظه. ما عندوش. لا يعقل، لا يعقل باش تقول لنا راه هاد الارض كامل ديالك. الا عندك شي وثيقه باش شريتي وريها لينا. عندك اسيدي عندك العائله هنايا، راه غادي دي غير شويه، ما غاديش دي ازازو الكامل. المهم كنوجد هذا النداء لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو باش يشوف من حالنا. راه هاد الناس تعداو علينا، راه هاد الناس بيخرجوا لنا من الارض جدودنا، راه هاد المافيا ديال العقار ما عندنا باش ما عندنا باش نطلعوا نهبطوا معاهم. الناس دراوش، عداو علينا الناس دراوش. واش جيتي انت باش تخرج؟ واش غير انت اللي راه كنا سميتو؟ راه الناس هاد ما غاديش تلقى هاد الارض كون باعوه، ولكن كنحافظوا على الارض ديال جدودنا. ما نقدروش نبيعوا هاد الارض حنايا، بحال شي بحالكم انتم اللي جيتي تبيع الارض. بغينا نهضروا على هذا المشكل ديال هاد الارض اللي فيها واحد المجموعه ديال الناس اللي جاوا اليوم باش يحتجوا على الاراضي ديالهم من اجل الدفاع عن الارض. لان جا واحد السيد اللي هو مافيا العقار اللي جا بغى يحفظ هاد الاراضي ديال الناس، وما عارفش هو الحدود بعدا اصلا، وما عارف شكون اللي في جنبه، شكون اللي في قبله، شكون اللي سميتو. اذا جاوا الناس باش يحتجوا على هاد الشيء. هو دار واحد المسطره غير قانونيه وغير قابله للقانون، لانه هو كيقول لك اودي عندي واحد الوثيقه ما كتسمى عندي ازازول كل شيء، ولكن ازازول هو فيه واحد المجموعه ديال الناس، لان الاجيال القادمه هما كانوا لا جدود مجموعين، ولكن ملي كيتفرق داك الشيء كيتفرق شويه بشويه شويه بشويه، تتفرقت هذه الارض كون واحد دا شويه. ولكن هو في هذا المؤخر فاش جا بغى يدي كل شيء الاراضي ديال عباد الله بواحد المساله اللي هي غير قانونيه. والناس اليوم راه احتجاج الثاني هذا على المحافظه باش يرفعوا هذه المحافظه، وهذه المدله اللي جاب لعباد الله باش يدي لهم الاراضي ديالهم. ماشي هذه الاختلاسات اللي كاينين هنا، راه ماشي كاينين
كاين غير في هذه المنطقه، كاين واحد المجموعه ديال المناطق يعني كاين هجوم مقصود وهجوم شرس على انهم ينتزعوا الاراضي ديال الناس، ولكن الناس بينوا اليوم بانهم يعني في المستوى وفي عند اللحظه وجاو انهم جاوا بواحد القوه بواحد الكثافه انهم يمنعوا هاد الاساليب هادو، وانهم يمنعوا هاد الناس هادو، وانهم يحفظوهم هاد الاراضي هادو، وداك الشيء وهما مستعدين وقت ما جاوا هاد الناس هادو هما مستعدين انهم يكونوا في الميدان. ولكن حنا كنقولوا دائما ان هاد الجمعيات اللي كاينه ربما كاين شي جمعيه وحده ولا جوج الجمعيات في هاد المنطقه هادي هي اللي معول عليها انها تجمع هاد الساكنه وتتواصل معاهم وتوريهم الخطوره ديال هاد الدائره ديال اللي جايين. اليوم كما شفتوا ان الساكنه الاصليين والساكنه القانونيين ديال دوار ازازول خرجوا باش يحتجوا ويعبروا على استنكارهم لهاد المسطره التي اللي غتاخذ في اطار اراضيهم، علما انهم يتوفرون على عقود مضت ولها عدد من السنين تؤكد وتبين بان السكان الاصليين هم ساكنه ازازول. لا يعقل بانه واحد السيد جاب باش يحط المحافظه بدون وثائق لاثبات ذلك، خاصه لي بلون بورناج، خاصه تحديد البقع التي سيتم تحفيظها. هذا كله يندرج في اطار عدم اكتمال الملف الذي بموجبه سيتم وضع لبورن من اجل تحفيظ هذه الاراضي، إضافة إلى أن هناك إشكالية في الحدود وعدم تقديم هذه الوثائق يبين أن الملف خالي من الذرائع ومن الأسس التي تبين بأنه له حقية الملكية، زائد أنه ماشي من الناس ديال المنطقة، لا عن الإرث لا عن الشراء لا عن وثيقة تبين ماهية هذه الوثائق. لهذا الناس خرجوا اليوم باش يحتجوا في إطار واحد احتجاج سلمي عفوي، نظرا لأن الساكنة لم يتم إشعارها منذ 10 سنوات بأن هناك عمليات سطو على هذه الأراضي، إما بطرق شرعية غير شرعية أو بطرق التوائية. هنا كموقع كان رأي جميع جماعة من موقعي أستنكر هذه العملية وأشد بحرارة على الساكنة الذين خرجوا سويا من أجل إيقاف هذه المزالة كما أسميها. هناك أيضا أناس تعرضوا على المستوى المحاكم لم يتم الأخذ بعين الاعتبار تعرضاتهم، لذا فإننا سنقف ضدا على هذه المسطرة إلا في حين تطبيق القانون على الجميع.